السلام عليكم. بانام اتسير سنسيس، ترجمة الحرفية ديالها هي الخبز والسيرك، با اي جو دو سيرك. اصل ديال هاد العبارة هو واحد القصيدة هزلية او ساتير للشاعر الروماني جوفينال اللي عاش في اواخر القرن الاول وبداية القرن الثاني ميلادي. في البداية كانت هاد العبارة كتستعمل للتنديد ونقد سياسة الاباطرة الرومان اللي كانوا كيفرقوا الخبز وكينظموا العاب السيرك باش يشرو بهم سكوت الشعب وليهم على المطالبة بالحقوق ديالهم. في الوقت الراهن فعبارة بانام ات سيرسنسيس خذت واحد المعنى أوسع وأشمل، ولات كتستعمل لوصف أي علاقة غير سوية ما بين من جهة واحد الشعب باغي غير يشبع في كرشو كيقلب على فاش يتلاها بلا ما يفكر في الرهانات المستقبلية ديالو كشخص وكجزء من المجتمع، ومن جهة أخرى واحد القوة سياسية اللي كتستغل ميول الشعب لحياة سهلة وبسيطة وكتوفر ليه الحد الأدنى من متطلبات الحياة اللي كتخليه في واحد الغيبوبة أو لا شبه غيبوبة كتمنعه أنه يطالب بمتطلبات أهم وأعمق من مجرد اللهو والأكل. نامي جياع الشعب، نامي حرستك آلهة الطعام، نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام، نامي على زبد الوعود وداه في عسل الكلام. نامي تزرك عرائس الأحلام في جنح الظلام، تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. نامي تصحي نعم نوم المرء في الكرب الجسام. نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام. نامي على المستنقعات تموج باللجج الطوام. نامي على نغم البعوض كأنه سجع الحمام.